فالمشاهدين اليوم غادي نعملوا واحد الروتين هذا النهار هذا اللي هو خرجوا الفطور وبدا كلشي هذا هنايا متحرك ديال الاتاي طابت ما كتحرقني وامان طون عملت سلقت البيضات هادو شويه ديال البوسطه هذا مشويه ايوا وجمعت الحويجات ديالي باش نمشي نتلجى نفرك عضيماتي قبل ما نجي نعمل الغدا كامل. يلا هنايا جبرت من المشا عملت واحد الشغيول ايوا مشا نشري الحوت. انا اليوم قررت غادي نعمل الحوت مع الغدا مع دوك لي سالاد اللي شفتوني عملت ايوا دابا غادي نمشي للسوق. انا غتمشيو معايا نمشيو للسوق نشريو الحوت شوفوا واش من حوت كاين اليوم. ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا. المهم هانتوما مساريين معايا انا هادي طريق مرتي هانتوما مساريين معايا كيما صبح الريح تيبدا بحق الغربي الحمد لله ماشي داك الشرقي كيطحطح. هاد الرون بوان اغوش عندنا المطار وادغوات اللي كيبغي يخرج على تطوان وهيدا تو دغوا ماشي غندخلوا في وسط البلاد كندخلوا في وسط المدينه هي تطوان. دابا هنايا تطوان انا كنقول غير الناس تقريبا كلشي كيجي لتطوان غير كنقول غير الناس اللي ما كيجيوش لتطوان باش نشجعهم يجيو لتطوان. دائما في اتجاه المارشي السوق. انا قلت انا نشري الحوت ديالي والمسائل ديالي السفرة اللي خاصاني ديك ساعتك عاد نمشي ندوتشا نفرك عضيماتي. هنايا حنا وصلنا للسوق ديال الثانية درمل بقى الدنيا خاوية. دابا انا غندخل معكم انا غندخل دابا البلاصه حق الا جبرتها عامره غادي نوقف التصوير لان ما خصنيش نصور شي واحد اولا غتشوف الارض. هنايا غادي ندخلوا للبلاصه حران نمرح وويدا وتفاحلو. انا في وسط البلاصه هنايا
بارك الله نتمنى لك الخيرات ان شاء الله. نحن موجود على فيديو كامل وغادي نمشي نشوف شي حاجه ديال الخريطه خاص نحط راسي سميتو في الواتساب ونجي انا غادي نكون غزال 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 هذا هذا العلم السين في بعض ما فيهش مخلوقه غزال انتم هنا على القصر المالي هنايا هانتوما كتشوفون سريت الصخرة ديالي وما شرجع يعني عملت هاد مطيشه الصوت ديالي يا انتما عرفتي انا مش نمشي نتلقاو انا هادي انا كنحمقني هادي انا وبنتي بعدا كنزينا ان شاء الله هادي دائما كنعمل ملي كنكون عامله الحوت ولا هذا كنعملها صوف اذا كنا عاملين اللوبيا او العدس هنايا غادي نعمل شوي شوي وشوي وش ديال الكيمون حتى كطلع كنعمل شوي ديال الكيمون لان الكيمون انتما كتعرفوا بحال اللي كنقول لكم دائما كيحرق هنايا عندي التوته ديال القصب والحبوب حتى هو كيلذب كنعمل فيها كلشي اللي كيطيح لكم على البال ديالكم كامل 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 هنايا طبعا مليحه مليحه ديالنا هنا ضروريه انتما كنقول لكم انا هذه غدا شفتوا هذا المطيشه صوتي كتجي غزاله غزاله هنا شويه ديال البيتزا شويه باش ما تجيش الحاره ولا كيبغي الحار يعمل الحار ماشي مشكله هنايا اللي كيبغي الحار يقدر يعمل الحار هنايا ما غنعملش الثوم محطوطه غادي نعمل الثوم غبره لان هي اللي كتجي مزيانه حسن ما كتجي ديك الطروفه لان هي انا ما كنعملش ديك المطيشه ما كنخليهاش حتى كتطيب بزاف كنخليها حتى كتهبط كتهبط صافي ساعات كنعملها في الكبسه ديالها حتى تجي رائعه 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 جدا 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 هنايا غادي نضيف نقولولو نسمى الربع القصور والمعنس لان ضروري هو من الفوق وديك الساعات كنتوما غادي تبقاو معايا تجيبوها هكا راني ضفت حتى قربت طيب حيت انايا ما مشاي داك المقطع هانتوما هنايا كنخليوها كطيب حتى كتصهد على خاطرها هنايا جينا غنقيو الفت انا ديجا نقيته في البلاصه نقاوه لي ديك الساعه اللي كنت خليته شي شي تنشد عينه والمسائل اللي ناقصاني هنايا غير كنصفيوه كيزيدو كنزيد نصفيه مزيان باش ما يبقاش فيه حتى شي حاجه ديك بشير ولا هذا وديك المصار لان انا ما كنقدرش نطيب ديك المصار الاحشاء الداخل ما كنقدرش نطيبها ما كنقدرش نطيب ديك الاحشاء اللي الداخل هنايا غادي نصفيه مزيان وغادي نخليه يقطر وديك ساعتك غنكملو شي ديالنا كامل لان هو خاصني غير نكملو لان ما فيه شي بزاف انا شريت غير كيلو ما ماشي بزاف صافي وهنايا غادي هنايا ها نتوما شفتو عملت له هنا لقماع عملت له هي غادي طبعا ديك ديك الثوم غبره حتى هي شويه وش ديال المليحه طبعا لان باش هو ما تكثروش الملح باش ما يجيكمش الملح لان حنا كيف ما كنعرفوا الحوت كيكون مالح هنايا غادي نضيفوا شويه وش ديال الابزار ها انتم كتشوفوا اي شويه وش فتيوتا طبعا كانوا كيكونوا عندي التوابل ديال الحوت بالحق تقضاو لي ما شريتهمش حتى هما التوابل ديال الحوت كيجيو غزالين كيجيو رائعين هنايا انا عملتهم هيدا هما الاولين باش نخليه باش يشرب غير ديك القمه فتيوتا وديك ساعتك عاد غادي نعملوهم في الطحين بحال اللي كتعرفوا القلي اللي كنعملوه دائما كنعملوه في الطحين ديالنا وكنكون الزيت ديالنا سخنات ومن بعد كنبداو نقليو على ماشي على المهل يعني نتوما كتعرفوا الحوت الا مهلتي عليه بزاف كيشرب الزيت والا جهدتي عليه كيتلهب وما كي ما كيطيبش من داخل كيبقى خضر هذا اللي كاين المهم نكملوه حتى نبداو القلي ديالنا هنايا انتما كتشوفوا غنبداو كنقليو الحوتات ديالنا انتما كتشوفوا كنخليهم حتى كيطيبوا باش ما كي حتى كيشبروا راسهم عاد كنبداو نقلبوهم لان الا بقينا كنقلبوا ونعملوا هما باقي خضر كيرجع داك الشيء يتفتت وما كيبقاش مزيان الحوت ما كيبقاش يصاب بلاصه غير ما هو كنعملوا بحال هذا هنايا غادي نخليهم كيكملوا وغادي ننتقلوا نعملوا الصدى ديالنا هنا البربا انا كنت خايف يتفتح من طلقت البربا ما صورتكمش ماشي ما صورتوش مشاي هذاك المقطع انا هنايا البربا ديالي غادي نعملها بالتويمه بواحد الرويصه ديال الثوم كتعجبني الثوم كاين اللي كيعملها بهذا بالبصل انا كتعجبني الثوم كتجيني لذيذه وانا هذه اللوسه ديالي اخت الزوجيه ديالي هي اللي وراتها لي كنشكرها من هذا المنظر لان فعلا كتجي رائعه رائعه جدا جدا جدا
هنايا غادي نعملو التسميق لان هنايا في الضوي هادفو العيال. المهم غادي نعملو ديك التويمه وطبعا غادي نعملو عليها التوابل ماشي بزاف لان ما كيكونوش بزاف فيها ديال التوابل هذه لان خاصها تكون خفيفه ظريفه. هذا شنو اسمه انا هنا شويه القزبر والنعنس الربع. انا دائما عندي القزبر الربع عندي كيكون عندي تقريبا واجد. هنايا غادي نضيف شنو اسمه الابزار ريحته تحت هو وطبعا الملح ديال الملح شويه ديال الملح هكا صافي. ديك الساعه عاد كنديرو كنضيفو هاد لافينيتات انا كنشريها واجده هادي صافي كنحركو بها غير خصك ترد الدال لان هاد لافينيتات كيكون فيها واحد الطيبه ديال الحار كتكون شويه حاره. هنايا انا دائما كنقول لكم لي سلاد لي سلاد دائما لي سلاد لي سلاد خصو يكون فيهم شويه ديال الموطارد ومع شويه ديال الليمون طبعا وغادي نضيفو شويه ديال الزيتون. زيت الزيتون هي انا كنبدل الاكلات كاملين صافي. غادي نخلطوهم مزيان غادي نخلطو خارج هادشي ديالنا كامل غادي نخلطو مزيان يتجانسو العناصر كاملين وغادي ننتقلو اننا نعملو صلاية اخرى لان الصلاية اخرى هي اللي اصلا كتحمق العيال ديالي اللي هي المكرونيس. وانتوما هانتوما غتشوفوها لينا ساهله ما بغيتش نعمل فيديو ديالها سبيسيال ولكن هانتوما غتشوفو بقاو معايا هانتوما تشوفوها ساهله. هنايا ديك المكرونيس اللي سبق اللي شفتو يسبح خليتهم يسلقو باش يبردو غادي نضيف عليهم المايس كي هاد لاصالات كتقدرو تعملو فيها أي حاجة تحتكم على الدار ديالكم. غادي نعمل فيها أنا كانت عندي شي حاجة ديال الكريبة اللي هو الجنبة عملت عليها الجنبة تا هي. وهنايا غادي نضيف لهم التون. أنا هنايا كنشري الكاخة كبيرة ديال التون. أنا سبق لي نزلتها في واحد الرضومة كبيرة كنضيف عليها زيت الزيتون وما بغيتش نضيف كلشي خليتها دايرة لأن هو اللي غادي نعمل مع هاد الشلاضة ديالي هنايا. هاد التون كيجيني تون طروفة كبارين يعني ماشي مفتت وما كيكونش فيه الزيت بزاف كيجي لذيذ بزاف. صافي هنايا ديك البيضات اللي سلقت خليتهم في الصباح اللي سلقتهم في الصباح ملي كنت كنوجد الفطور. انا هنايا كنحكم بالغليطه ماشي بالرقيقه باش ما يتعصبليش داك البيضات ما يتعصبوش. انا عملتهم رقاق بالحكاك الغليط بحال هايدا غادي نعمل انا هاد القياس هذا دخل لي جوج البيضات اللي بغى يعمل كثار اللي بغى يعمل قل كل واحد زعما حر زعما في الخصو زعما الذوق الاذواق كلشي كلشي زعما كل واحد عنده الذوق ديالو. هذه انا كنقول لكم تقدروا تعملوا فيها اي حاجه تحتكم على البال. انا هنايا غادي نضيف عليها حتى السوريمي. السوريمي كيجي رائع رائع. انا حيت انا من عشاق السوريمي بامكانكم تضيفوا لها لي مورسو ديال الخوخ تضيفوا لها لي مورسو ديال الاناناس كيتواتاو داكشي بواحد الشكل عجيب وغريب كيجيو رائعين بزاف بزاف بزاف. تقدروا تشبروا لي طوماط سيريز وتقسموهم ماشي على سوغ دو على اربعة باش ما يجيوش كبارين باش كيجيو ديك العناصر كاملة متساوية يعني ماشي شي كبير شي صغير شي هذا. هنايا غادي نضيفوا طبعا التوابل نفس التوابل اللي عملنا في الشطة الأولية هما اللي غادي نعملو نفسهم في هادي. شوي وش ديال الابزار الملح ما غنضيفش بزاف لان ديجا مكرونه سلقتهم بالملح والسوريمي ملح والجنبه ملحه والثوم ملح يعني خصنا نردو البال لهاد القضيه هادي. غنضيف ديك لافينيغريت طبعا الاضافه اللي غادي تكون في هاد لاصالاد هادي هو اننا غادي نعملو لا مايونيز هي اللي كتكون هذا. بحق انا كنقول لكم جربوها الاخوان غزاله 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 رائعه اكثر من رائعه. صافي هنايا كنضيفو زيت الزيتون اللي هي انا كنقول لكم سي بريمورديال كنعملها دائما لان كتجي جديده في لي سلاد. صافي وكيبقاو داكشي انا كنقول لكم هاد لاصالاد راها مكون فيها كلشي يعني تقدر تكون هي طبق لونطخي وكلاب برينسيبال وكلشي كلشي. هنايا كيف ما قلت لكم الفرق بين ديك لي صوص اللي عملت هاد ديك المسائل اللي عملت في الشطه الاولية هو هاد لا مايونيز هادي زيت لا مايونيز لان المكرونيس كيبغيو المايونيز كيجيو فيها كيجيو فيها مزيونين بحال ديك بابا الروسا كتجي حتى هي فيها لا مايونيز. صافي كنحركوا العناصر ديالنا وصدقوني صدقوني صدقوني هاد الشطه راه كتجي اكثر اكثر من رائعه والله العظيم غير جربوها وغترحموني عليها لان فعلا كتجي يا سلام. انا كنقول لكم ولادي كيبقاو ياكلوها وسليم كياكلوا لي شي الماكله اللي كنزل وانا متاكده حتى هاد النوبه هذه غتكل اليوم ما غيتكل حتى شي حاجه لان شفتوا انا كنبقى ناكلهم بالدرع الحوت ما كيبغيوش ياكلوا الحوت بزاف وانا كيعجبني هذا الحوت هذا اللي جبت
كيحمقني بزاف ما عرفتش كل واحد كل منطقه واش ني كتقول له. هنايا تشوفوني ضفت لا سيبولات، هانتوما كتعرفوني انا من عشاق لا سيبولات، عندي بعض العناصر اللي هي ضروريه في المطبخ ديالي بزاف بزاف كنعملهم. دابا هنايا في هاد الطبقه دا غنضيف لا سيبولات، الزيونه كتجي رائعه رائعه رائعه، هانتوما كتجي غزاله، كتجي حتى انها كتطلق فيها واحد الطيبه خطيره، كتجي رائعه، كتجي واحد اللذه مزيونه. سورتو حنايا عاملين الكروفيت وعاملين التون، ولا سيبولات كتواتى بزاف مع الحوت، وهذا لا سيبولات اللي كذاك هي التون القصبي. صافي وهي السلطه ديالنا وجدت، كتجي يا سلام رائعه. هنايا مورا ما سالينا كلشي شبرنا ديك مطيشه ديالنا، ها هي من بعد ما صهفط مزيان، غير ماشي مزيان غير شويوش، كان هنايا راه ضفت لها من الفوق حنطه بتوسالات، ضفت لها الصحتر كيجي غزال، الصحتر مع مطيشه كيجيو يا سلام. صافي نزلتها انتما غتشوفوا كتجي رائعه، انا قلت لكم حنا من عشاق هاد المطيشه صوتي. هنايا ها نتوما كتشوفوا حنا سالينا، ها هما سالينا الشي ديالنا، الغديوه ديالنا هي الشليضه ديالنا ديال بربال اللي عملت بالثوم، كتجي غزاله لذيذه. هنا كيف قلت لكم كاين جوج ديال الطرق، سواء بالثوم سواء بالبصل، انا كتعجبني بالثوم. هنايا ديك لاصوص ديالنا اللي عملنا ديك لي طرونش ديال مطيشه، هنايا بحال اللي قلت لكم راه ممكن تعملوهم في الفران، كيجيو غزالين، وكتدخلوهم الفران في الفوينت ديال الفران كيدخل الفران، وكتدخلهم على نار مهيله، وبامكانكم بنفس الطريقه كنعمل لي طرونش ديال البطاطا، كيجيو رائعين. شي نهار نبارطاجي معكم لي طرونش البطاطا مع هادو في الفران، كيجيو رائعين. هذا السالمون ايتي مورا ما غسل ما عملنا له، انتم شفتوا معايا المراحل، غسلناه وقليناه، كيجي حتى والد انا كيعجبني هاد السالمون ايتي. والشطه ديالنا هادي الغنيه عن التعريف، رائعه رائعه رائحه بزاف 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 بزاف. ايوا هنايا غادي نقول لكم هانتوما رافقتوني هذا النهار في من الصباح، منين نوض في الصباح حتى دابا، ولكن دابا غادي شي نهار غادي نعمل لكم الروتين، كنت بغيت في الحقيقه نكمل معكم نهار كامل، ولكن بصح ما قدرتش لان صحيا مريضه وهذا ما قدرتش، يعني هذا الشيء عملته زعما بالدراع غير كانت كي على نفسي، لان بحكم الزوج ديالي مسافر يعني ما يمكنش غنفرط في العيال وداكشي، هذاك نوض حدا كيت هذا ما كان. شي نهار غادي نعمل لكم الروتين من الصباح اللي غنوض وغنوجدوا الفطور، هاد المره غنعمل معكم الفطور، الفطور ديالنا هو كنعمل دائما داك الفطور، ولكن نتوما غادي تشاركوا معايا من الفطور ونخرجوا نمشيو الخدمه نفرقوا العيال، مهم غنعملوا بزاف المسائل تشوفوه معايا وتشوفوا الروتينات وتشوفوا النهار ديالي كيفاش كيكوزو. وبحال اللي غنقول لكم دائما، اللي باقي ما شاركش اللي ما اشتركش في القناه ديالي، هذه هي الفرصه وهذه هي المناسبه انكم تشتركوا باش تشجعوني على انني نزيد نقدم الجديد ونزيد نعمل اكثر من الجهد ديالي، لان فعلا انايا واخا مريطه هذا النهار واخا هذا، ولكن في ان المشجعين ديالي والمتابعين ديالي دائما كيقول لي ما تبقاش غبره علينا، يعني اضطريت انني نتكي على راسي ونوض نعمل شي حاجه باش نعاود نبقى دائما قريبه من المشاهدين وما نبقاش نغبر عليهم. والمشاهدين ديالي ما تنساوش دائما بحال اللي كنقول لكم لايكيو سيلفو بلاي، لايكيو لايكيو الله يرضى عليكم يا مرضيين ديالي يا الحبايب ديالي، راه كتشوفوا الفيديو فعلا كتخليو تعليقات غزاله فعلا، ولكن راكم كتنساو اللايك 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 اللايك، اعجاب 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 اعجاب، ولذلك كملوا 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 الله يخطيكم عليا. وشكرا بزاف للمتابعين ديالي، وشكرا بزاف لكل واحد كيشجعني ولا بالميساج ولا بالتعليق ولا بالخاص ولا كل شيء، كنشكر كل شيء من هذا المنظر اللي كيشجعني قريب او بعيد، لا من العائله ولا من الاحباب ولا من الاصدقاء ولا من المشاهدين اللي عاد تعرفت عليهم، يعني كنقول لهم من هنايا شكرا بزاف، والى اللقاء في فلوق اخر او في وصفه اخرى ان شاء الله، الى اللقاء مع السلامه. بنتي هي كتسقط.